بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. حبايبي الحلوين، يا رب نكون كلنا كويسين وبخير دايما. النهارده يا حبايبي قصتنا حلوة خالص وهتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا. زمان خالص يا حبايبي كان في ملك اسمه الملك بالوك. الملك ده كان عايز يكون أقوى حد موجود في الدنيا، وكان ساعتها موجود شعب اسمه شعب إسرائيل اللي هو شعب ربنا. الملك كان عايز شعب إسرائيل اللي هو شعب ربنا ده يكون ضعيف قوي، وشعب الملك يكون قوي جدا. ساعتها عمل ايه؟ قال للحراس انتوا تروحوا دلوقتي لواحد اسمه ايه؟ بلعام. اسمه ايه يا حبايبي؟ بلعام. كان اسمه بلعام ابن بعور. انتوا تروحوا لبلعام ده وتقولوا له يجي دلوقتي حالا علشان يلعن شعب ربنا. ساعتها الحراس سمعوا الكلام وراحوا على طول لبلعام وطلبوا منه كده. ساعتها بلعام عمل ايه؟ زعل قوي وقال انا عمري ما هلعن شعب ربنا ابدا، ورفض ايه؟ يروح معاهم. هم قالوا له لازم تيجي معانا للملك. قال لهم طيب ادخلوا بيته معايا للصبح، وانا هدخل اوضتي واصلي واشوف ربنا هيقول لي ايه. دخل بلعام عشان يصلي، وساعتها طلع وقال لهم لا انا مش هقدر اجي معاكم. قالوا له ليه؟ قال لهم علشان ربنا رفض ان انا اجي معاكم علشان العن شعبه. راحوا بسرعه للملك وقالوا له بلعام رفض يجي معانا. قال لهم لا، وغضب وزعل الملك بلاق وقال لهم لازم ترجعوا تاني لبلعام وتقولوا له يجي معاكم وانا هديله هدايا كتير علشان يلعن شعب ربنا. وبعدين راحوا تاني بلعام وبرضه دخل يصلي علشان يعرف رأي ربنا ايه. خرج ساعتها للحراس وقال ايه؟ حاضر يا رب انا هسمع كلامك. وافق ساعتها انه يمشي مع الحراس. وساعتها طلع على طول من البيت عشان يركب الحمار، لقى الحمار مش راضي يمشي. كل ما يقول ايه الحمار يلا ويضربه مش راضي يمشي. ضربه تاني برضه مش راضي يمشي. ضربه كمان مرة مش راضي يمشي. بيبص لقى مين واقف قدامه؟ الملاك. الملاك بيقول للعام انت بتضربه ليه؟ قال له علشان يمشي. قال له انت مش شايفني يا بلعام؟ يعني الحيوان اللي ما بيفهمش حاجة يشوفني ويقف اول ما يشوفني وانت مش شايفني؟ قال له لا انا مش شايفك بصراحة خالص. زعل بلعام كده انه ضرب الحمار وقال ايه؟ يعني الحمار يشوف الملاك وانا مشوفوش. طب خلاص انا ايه؟ قال للملاك ساعتها بلعام خلاص انا مش هروح معاهم لو ربنا مش عايزني اروح. الملاك قال له ايه؟ لا انت دلوقتي تروح معاهم وتسمع كلام ربنا اللي هقولك عليه. ربنا بيقولك ان انت تروح معاهم وما تلعنش شعب ربنا، انت تروح علشان تباركه. فرح بلعام وقال له ماشي حاضر، وركب الحمار بتاعه ساعتها مشي على طول معاه وراح على طول معاه وراح علشان يبارك شعب ربنا. وبعدين يا حبايبي ايه اللي حصل؟ ساعتها الملاك قال له انت لازم تميز بعد كده وتفكر صح، لان احنا مخنا اكبر من الحيوان اللي ما بيميزش وما بيفهمش. لازم يا حبايبي في كل موقف يقابلنا نفكر صح ونطلب ارشاد ربنا ونقول له يا رب شوف انت عايز تعمل ايه في حياتنا، وشوف يا رب ايه الصح اللي المفروض اعمله في تصرفاتي. تمام يا حبايبي؟ ده بيعلمنا ان احنا كمان ما نضربش الحيوانات خالص، ونفكر صح ونصلي صح ونطلب ايه؟ نطلب ان ربنا يرشدنا في كل حاجه. تعالوا يلا بينا عشان نسمع الايه مع بعض. لا تدع الرحمة والحق يتركانا. الآية بتقول لا تدع الرحمة والحق يتركانا. أمثال 3 آية 3. لا تدع الرحمة والحق يتركانا، يعني نرحم الحياة.